هذا هو شارع الحميدية، وهو من الشوارع الرئيسية في مدينة حمص، والذي يؤدي إلى مركز المدينة. يتواجد هذا الشارع ضمن الأحياء المسيحية. لقد دمر النظام هذا الشارع، لم يعد يفرق بين حي المسيحي وحي المسلم. إنه يريد الانتقام من أهالي حمص، سواء كانوا مسيحية أو مسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار. هذه حمص قد أصبحت بجميع شوارعها دمارا وخراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. السبت 26/5/2012.